السلام عليكم معكم مورا هادي غندير واحد المراجعه ديال الاعداد من صفر ل 9999 يعني كيفيه كتابتها ونطقها ومقارنتها وترتيبها الو هذا الدرس كيف في المستوى الثالث انا ما بغيتش ندخل في يعني في الدرس بغيت ندير مباشره لو ريزومي يعني بحال الملخص ديال دوك الدروس يعني شنو خصكم المعلومات خصكم تعرفوها اولا يمكن نقول الاعداد من صفر ل 9999 يعني هنايا اي ساجي دو كاتغ شيفر هنا كنهضروا على اربعه ديال الارقام كاين دي زونيتي اللي هما الوحدات كاين لي ديزان هما العشرات وكاين لي سونتين المئات وكاين لي الالاف ناخذ مثلا اي عدد ناخذ مثلا 5460 5460 اولا هذا هاد العدد هذا يعني المكونات ديالو كاين 4 ديال الارقام كاين الوحدات لي زيديتي زيرو كاين لي هما العشرات سته كاين لي سونتين هما 4 وكاين لي 5 الوغ بعدا باش غنقرا كيفاش غنقرا هاد العدد هذا المكون من اربعه ارقام نبداو بصفر الوغ نبدا هنا بصفر ندير صفر الاول اذا هذا اللي بغيت نقرا غادي نقراه صفر الى زدت سته غتولي ستون درت حدا اربعه غتولي اربعمائة وستون يعني يعني هنايا بديت بالمئات عاد قريت هاد العدد كامل ثم الى درت خمسه غتولي خمسه الاف واربعمائة وستون نعطيو حنا عدد اخر مثلا إذا هذا العدد اللي بغيت نقراه كنبدا أولا بالألف 3000 آلاف، آلاف موراها الآلف كندوز للمئات، إذا آلاف ومئة، بعد ذلك أمر مباشرة إلى الوحدات، واثنان عاد العشرات وستون، داكوغ، إذا ملي كنبغي نقرا هذا العدد كنبدا بالآلاف، ثم المئات، ثم الوحدات، ثم العشرات، إذا ثلاثة آلاف ومئة آلاف و وجوج لا كنقول 3000 و162 إذا كنبدا أولا بغومييرمون كنبدا بلي ميليي دوزيامون لي سنتيم ثوازيامون لي زونيتي أي كاتيامون لي ديزان ضاكور يعني هكا كنقرأ أنا العدد المكون من أربعة أرقام دابا بغينا نشوف مثلا هاد 3000 و162 أش كتعني يعني الواحد اللي كنقول عندي و... عندي وحدات يعني مثلا عندي جوج مربعات هادو وحدتين ملي كنقول عندي ستة د العشرات ستة د العشرات يعني ستين واحدة ستة العشرات يعني ستين واحدة ما معنى ستة العشرات يعني عندي ستة ديال ديال المجموعات ديال واحد زوج تلاتة أربعة خمسة ها ستة يعني عندي ستة ديال المجموعات كل مجموعة فيها عشرة ديال الدائرات كل مجموعة فيها عشرة ديال الدائرات الوغ لو او كل مجموعه في 10 المربعات اذا بما ان قلنا هنايا عندي جوج وحدات يعني جوج مربعات الوحده الاولى الوحده الثانيه ملي كنقول 6 العشرات يعني عندي 6 ديال المجموعات 6 ديال لي دي غروب وكل غروب كل مجموعه فيها 10 ديال الوحدات يعني المجموع ديال الوحدات هو 60 وحده داكوك ملي كنقول مثلا 100 واحد 100 اش كتعني واحد 100 يعني عندي واحد المجموعه مجموعه واحده مجموعة شحال فيها من جزء فيها مية جزء يعني فيها مية مربع فيها مية مربع يعني جزء واحد فيه مية مربع ملي كنقول 3000 الاف يعني عندي تلاتة ديال الاجزاء تلاتة ديال الاجزاء وكل جزء فيه الف الف مربع يعني كل جزء فيه الف جزء صغير يعني عندي تلاتة ديال الاجزاء كبيرة او ثلاثه ديال المجموعات كبيره وكل مجموعه فيها ألف جزء ألف جزء اذا هنا 1000 ألف وهنا 1000 ألف وهنا ألف يعني 3 3000 هي 3000 جزء من كنقول ثلاثه هي رقم ديال يعني عندي 3000 جزء داكوغ واش كنتمنى ان هاد يعني تكونوا عرفتوا بعدا واش كيعني كي هاد الوحدات العشرات المئات نعاودها، ألوغ مي كنقول الوحدات يعني عندي وحدتين حنا ناخد مثلا الوحده اللي عندي المربع، عندي جوج مربعات صغار، مي كنقول العشرات يعني سته ديال العشرات، يعني عندي عندي سته ديال المجموعات، سته ديال لي كروب، وكل مجموعه فيها 10 ديال الأجزاء، يعني التوتال ديال الأجزاء هو 60، يعني 10 زائد 10 زائد 10 هي 60، مي كنقول عندي أنا هنا 100 يعني عندي واحد مجموعة كبيرة هاد المجموعة شحال شحال شنو في شحال فيها الداخل من جزء فيها مية جزء داكوغ ما تكون عندي هنا مئتين غندير جوج مجموعات المجموعة الأولى فيها مية والمجموعة الثانية فيها مية هي مئتين جزء ثلاثة آلاف يعني عندي ثلاثة ديال المجموعات وكل مجموعة شحال فيها من جزء فيها ألف يعني الألف الأولى والألف الثانية والألف الثالثة هذا هو المعنى ديال الوحدات العشرات مئات الالاف داكوغ دابا نجيو مثلا نبغيو نكتبو شي عدد مثلا قلت لك انا كتب لي 4263 4263 الوغ ملي كنبغي نكتب اولا اول حاجه غنديرها ملي كنسمع العدد العدد عندي فيه الالف الالف ملي كنسمع الالف 4000 يعني عندي الالف يعني خص هذا العدد غيكون مكون من اربعه ارقام ندير اربعه نقاط كوم <مسؤال> سا اربعة الارقام واحد زوج ثلاثة اربعة داكوغ اذا نعاود اربعة الاف نقول مثلا نسيت انا الرقم اللي قلت نديرو مثلا اربعة الاف و مية و تلاتة و مثلا اربعة الاف و مية و تلاتة و ستين اربعة الاف و مية و تلاتة و اذا عندي هنا الوحدات العشرات مئة الآلاف الو قلت اربعة الاف و مية و تلاتة هاد العدد غادي نكتبو كيف ما نطقشو اربعة الاف اربعة الاف يعني اربعة خصك في الاف اربعة الاف و اذن مي واحد الواحد, الواحد خصها تكون في خانه مئات و 63 و داكنا من مباشره من بعد المئات ندوز للوحدات و 63 4163 مثلا بغينا نكتبو 5432 مثلا 5432 اذا 5000 في الالاف و 400 يعني 4 في المئات و 2 2 في الوحدات و 30 30 في العشرات داكو اذا العدد مي كنبغي نكتبو يعني كنكتبوا جوليكخيك كوم جولونتون كنكتبوا كيف ما كنسمعوا ولكن باش تجيني العمليه سهله مثلا سمعت الالاف كندير بعض الانقطاعات عندي مثلا غير عدد في المئات مثلا 152 اذا 152 يعني عندي الواحدات العشرات والمئات غندير بحال هكا الوحدات العشرات 100 100 152 يعني واحد في المئه واثنان اثنان في الوحدات 50 يعني خمسه في العشرات داكوغ اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه ديال كيفاش كنطقوا وكيفاش كنكتبوا العدد المكون من اربعه ارقام اذا هذا الجزء الاول بعد قليل غندير لكم الجزء الثاني